حسن النور واهلا بكم الى صالون تلفزيون لبنان وبالحب ابدا ان الرجال اذا في حبهم غرقوا تطلبوا مزج عهر النفس بالطهر مش صعب هي يعني ان الرجال اذا في حبهم غرقوا تطلبوا مزج عهر النفس بالطهر أما النساء فإن الله يعلم ما يطلبن يا سادتي من أول الدهر وبالمحبة وبرحب أهلا بضيفي الدكتور غسان العياش أهلا فيك نائب حاكم عجل النائب لا. يفتكروا العالم نائب لا <applause> بالعكس عمهلي عم بقولها إيه. نائب حاكم مصر مصر في لبنان. مصر سابقا <applause> أيوة. من قبل رياض قبل رياض سليم <applause> إيه. نحن خلصنا آه مدتنا وبالليل يعني هو استلم ثاني يوم الصبح غسان العياش انت شخصيه اقتصاديه آه تعمل في الـ في الاقتصاد ولكن انت أي شخص آه لك آه افكارك السياسيه وعندك تجربتك حزبيه طويلة, طويله عريضه او حد الحزبيه اذا بدك طويله عريضه وانت رجل بالعصاميه وببناء الذات من الناس اللي اشتغلوا يعني هذا آه المجلس الخدمه المدنيه يلي بيقولوا انه ميت وما بيعمل شيء انت طلعت التاني فيه بوحده من الاشياء نعم. اللي قدمت عليها امنت بالمؤسسات فلذلك انت شخصيه اليوم بيسوى تكون نموذج هذا المشاهدين إيه؟ يتاثروا فيها ويعرفوها بسان بس العياش وين خلقت وشو اجواء البيت اللي عشت فيه بالبدايه انا خلقت ببيروت مثل اغلب الناس يعني بالمدن بس نحن من عين سحلتها بالشوف قضاء الشوف وعين سحلتها ضايعه كتير حلوه بعرفها اعطتها الطبيعه كتير وكان في شخصيات يشتغلوا فيها يعني يشتغلوا لمصلحتها يعني انا مذكر كنت صغير كان في شخصيات معروفه بالبلد يعني عدا عن طبعا نعيم غرغب الله يرحمه اللي اشتغل بالضيعه كثير فانا من من هذا الوسط بس طبعا كل عمري ساكن ببيروت قيل ببيروت بيت وين كان؟ كيف البيت؟ قديش كان حجم البيت؟ قديش كان حجم العائله؟ يعني انا بقول لك نحن سبع اخوه وال والوالد كان بالجيش اللبناني وتطور من جندي قبل ما اخلق يعني ايه. وعريف وكذا وصار بعدين صف ضابط اجدان شيف ايه. فانت بتعرف شو انه شو عسكري بده يعني ياخد بيت على قد على المقياس بس كنا تدريجا صرنا سبع اشخاص م. سبع اخوه هلا فقدنا اخت من فتره يعني من كم شهر وبعد الست السته موجودين كان بيي بالجيش تارك مسؤوليه التربيه على امي م. الله يرحمها وكانت كل مسؤوليات البيت هي ماسكتها بس بدي اقول لك انه الوالده تجوزت كان عمرها 14 سنه امم الوقت كان هيك لا كان الـ 14 مليحه كمان منيحه بقى هي يعني تسلمت مسؤوليات وما عندها خبره بس طلعت قد حالها وكانت تحبني كتير وانا كنت حبها كتير انت شو موقعك بالبيت؟ الاول الكبير ايه الكبير إيه. بس انا عندي عاطفه خاصه على بيي يعني كتير كنت حبه بعدين احترم في مزاياه بي كان شخص سكوت ما بيحكي عسكري يعني هو ولكن حنون وكان الله يرحمه نضيف الكف ما بحياته عمل شيء خارج النظام وخارج الاخلاق وتعرف عليه كمال جنبلاط سنه 1959 60 عن طريق انيس ابو زكي العقيدة أيوه. كمان الله يرحمه كلهم توفوا فعرفوا عليه وقال له انه غز شفيق العياش بدو يتقاعد بلكي اذا بتريد يعني بتلاقي شي وظيفه لإلو بالميدل ايست بمحل قال له بس بالجيش بفيدنا أكتر <applause> قال له انا زهقت من الجيش قال له طيب بنشوف بعد كم يوم بعت وراه قال له بدي اياك تشتغل معي لانه نحن فاتين على الع... على الحكم جديد تولى وزاره التربيه وقتها كمال بيك فكان جداد يعني انه قبل كان بالمعارضه يعني من ايام بشاره الخوري لكل عهد كميل شمعون هلا بعهد فؤاد الشاب فات قال له بدي انا شخص معي يساعدني على ترتيب الامور خاصه بما يتعلق بالانصار انصار كمال بيك يعني بيجي ميات المراجعات كل يوم كان فالوالد كان يتولى هالموضوع ويقول له هذا بده بنعمل له هيك هذا هيك بقي معه عشر سنين بعدين صار موظف وزاره الاشغال انا تعلمت بالمدرسة البتركية بالبداية بعدين نقلت على مدرسة رسمية لأنه كان كمال باك يقول وبيي ينقله أنه المدارس الرسمية بدها تصير أحسن مدارس بلبنان ما صارت بس يعني كانت وقتها مقبول الوضع ف... والله هلأ نسبيا كمان مش عيني المدارس الرسمية عم يطلع منها على الأقل بالنتائج النهائية عم يطلع م. منها أشياء كبيرة نحن كان يعني مدرستنا كان فيها اشخاص كثير مرتبين بعدين بينوا ظهروا فالمهم انا فت على المدرسة ودرست بالباتركيه عطتني باز بالفرنساوي مرتبه منيحه وبعدين يقولوا هلا وقت القداس نفوت انا ما بعرف شو يعني مش ولد ماني واعي انه عشنا بجو وطني وبي كان شديد الوطنية إيه؟ أمي قلت لك كانت قد حالة وشخصية بس كان عندها ميل تختلف مع الناس فكانت تعتز فيي لإلي كتير بس يعني أي واحد بيدعس على ديلا بتهاجمه وأنا ما بحب هذا الشيء ف... الأم القوية قوية هي كتير وبيي ترك لها لانه هو منه هون يعني الارجح هيك هي هيك بتصير المعادله إيه. بس تكون المراه قويه بكون الرجل هو اللي ترك لها ايه ترك لده لده و... او لانه ما بحب او لانه ما بده كل هاي القصه فبترك القوه إيه. هلا هي قامت بالمهمه المطلوبه منها على احسن ما يكون يعني اداره البيت وسبع اولاد بمعاش شخص بالجيش يعني مم. منه هالمعاش الكبير يعني بس لما كبرت ما زال عم نحكي الذكريات صار في انا وامي نوع من علاقه متناقضه، اول شيء محبه كثير كبيره متبادله وهي انه بتشوفني لاني الاول اول ولد يعني برزت اجتماعيا سياسيا كذا كانت فخوره فيي كثير بنفس الوقت تتخانق مع الناس وانا اتخانق معه يعني شيء علاقه غريبه طبعا يعني. ناري كان يعني طبعا إيه. ناري كان كتير بمعنى كتير, إيه. بقى هي هيدا الموضوع يعني الاشكال اللي اللي كان على طول هي بتحبني وانا بحبها ومتخانقين اه متخانقين كثير هلا انا لما خلصت دروسي إيه. يعني الكبير الكبير عاده كان بيكون في عطف من الام فوق الطبيعه على مزبوط إيه؟ وهيك كانت كانت عندها عاطفه علي كثير يعني وهي حست انه انا بيطّلّا وجه يعني انت لا تكون عملت البلطجه تبعها <applause> انه بس تحتاج على شيء للمشاكل تكون انت جاهز ولا شو <applause> لا انا بالعكس هديه يعني انه انت ليش عم تتخانقي مع الناس ما كان عندها كان سهله عليا ان الناس يصير مشكل بس كانت محترمه وكانت يعني قد حالها وعندها حضور عندها حضور يعني الله يرحمها هي من بيت اللحام وبي طبعا عياش هلا قبل ما ماتت اربع خمسة ايام كانت مفلوجة طلعت فيه قالت لي انت طبعك لحام <applause> انه ناري كمان بس مش هالقد يعني انا لما فت على الجامعة ما عرفنا شو بدنا نعمل وامكانيات ضيقه يعني آه يعني انا كنت بحب روح على مثلا آه ادرس حقوق اليسوعيه بس سبع اولاد ما في الوالد إيه. ما في او اني ادرس بالجامعه الامريكيه شيء لا هو انحطيت آه بخيار عملت آه علوم سياسيه بالجامعه اللبنانيه ولكن كان بهداك الوقت احسن اساتذه بلبنان اللي بيعلموا بكليه الحقوق بالجامعه اللبنانيه يعني على صعيد الحقوق بذكر ادمون نعيم واضح كل الاساتذه اللي عاطف الكوارج. النقيب آه شو بدي اقول لك يعني خيرة بعد لحد الأسازة. هلا لما بده ينحكى بالجامعات وبترتيبهم تجي الجامعه اللبنانيه من بين يعني الترتيب من الاوائل زياده عن هيك هيدي الفروع يلي لها علاقه بالمحاماه بالعلوم السياسيه وبالصيدله والطب دائما عم يكونوا متجل مجليين بال ايه بس انا يعني تابعت مع اصحابي بعدين بعد ما تركت يعني بعد ما خلصت الجامعه لقى دخول السياسي عليها كان دخلي غلط صحيح يعني, يعني للجامعه كثير صحيح وكان في فوضى وزعبره و... دكتور عدنان سيد حسين ايه بيقول شغله اجى بعدين هو اجى بعدين، ايه بيقول انا برايي نقطة الضعف يلي ركبت الضعف بقلب الجامعة هي انه الاساتذة بطل دكاترة يعينوهن وانه هذا الجو الاكاديمي هو اللي عين، صار التعيين السياسي. سياسي بالتعيين السياسي دائما في عندك ناس ما دخلون بفوتوا على هذا على هذا المجال، كان دائما يحكي بهالموضوع هلا هن انه راحوا عملوا دكتوراه بفرنسا يعني كانوا رفقة لالي بس انه راحوا عملوا دكتوراه بفرنسا بس لما رجعوا كانت الحرب بلبنان فهني مشوا بهالفوضى هيدي يعني هي اثرت كتير سلبيا على الجامعه لو الجامعه اللبنانيه مستقله كليا وما حدا بيتدخل بشؤونها اكيد كانت احسن من هيك صحيح هلا انا بس خلصت ما انك بدك يمكن مسلسل ايه بل انا بل انا بتركك تحكي انت المسلسل كامل لما خلصت الجامعه آه قدمت على مجلس الخدمه المدنيه آه. آه على وظيفه رئيس دائره قديش كان عمرك؟ 24 25 ايه اربعة 24 يمكن فقدمت هلا انا دايما بنجح بالامتحانات لاني بكتب منيح يعني اكتر ما اني مستعد ودارس فوقتا عميد الكليه الله يرحمه الدكتور ريمون فرحات عينني متل امين مكتبي او امين مساعد بالمكتبي بكليه الحقوق وانا كنت مقدم على مجلس الخدمه المدنيه لما إجى وقت أنه نحنا إن يعني نروح نعمل الامتحان غيرت رأيي لأنه أنا عم بشتغل بجو الجامعة فأنا غيرت رأيي وما رحت على الامتحان وقتها بيصير حرب تشرين حرب تشرين تأجلت الامتحانات 73 <applause> ايه ووقتها 73 تأجلت هلا بعد فتره رجعوا حددوا الامتحان مره تانية بلشوا يضغطوا علي اصحابي من انه يا اخي حدا بيصر يقدم على مجلس الخدمه المدنيه بيقول لا قال له انا ما ما بدي بعدين قبل بيومين قررت روح أقدم طلعت الثاني بين 700 مرشح لانه عندي طلاقه بالكتابه اه ومثل ما مره خبرتك يعني مثلا قلن اجيب كتاب في معلومات وارقام انه هاي الارقام بدي احطها شو ما اجى موضوع بتتظبط يعني انه شو ما اجى موضوع بس هي عجيبه هي عجيبه انك تقدر انت تفوت حافظ 10 ارقام 15 رقم تفوتهم بالموضوع ما دخلوا فيه شو ما كان يعني انا اتحديهم لاصحابي شو ما كان الموضوع هالارقام رح نزلها ف بالجامعه وقتها لما عم ال... بيصحح بيشوف شخص عنده ارقام يعني ومعلومات آه بيقول لك كده شغله كبيره فانا طلعت الثاني بين 700 بين 700 واخذونا بمجلس الخدمه المدنيه المعهد معهد الاداره اسمه المعهد العالي للاداره او شيء ما كان رئيسه مديره فوزي حبيش مره. الله يوجه له الخير مره. من الابيات وزير الثقافه السابق نعم وبيو للنايب هادي حبيش آه، رحت انا آه، نجحت لما نجحت شو بعمل بترك الكلية الحقوق بروح قالوا لي روح يعني لكل اصحابي والى اخره وخاصه كان آه عندي مشروع زواج من زميلي لنا الجامعة اللي هلا بعدنا نحن عايشين سوا آه، ف لقيت انه الوظيفة بتعمل استقرار ودرسنا بحوالي سنة ونص بمعهد الإدارة وإجا وقت التعيين فكمان طلعت التاني بالدورة وقتها وزعوا الوظائف لحتى ما يصير في كتير مشاكل حسب كل إنسان حسب جايب علامات لأنه قبل كانوا يتركوها على الوصاية السياسية بالدورة اللي قبلنا كمان بعد الخدمة المدنية في وسطة السياسية أو بتبلش ساعتها اللي قبلنا الدورة اللي قبلنا هيدي الدورة اه تأخرت التعيين سنة ونص قاعدين ببيتهم عم يقبضوا معاشاتهم كرؤساء دوائر بس مش موظفين لأنه كان اختلاف على الوظائف يعني يعني بتذكر المرحوم كامل الأسعد كان بده شخص و يعني كانوا يدبكوها على وظائف وزاره المينيره لما جينا نحن قال ليكو ما بقى في منا هيدي رح نحط الوظائف ورح نحط العلامات كل واحد اول تاني ف رح احكي لك كل شيء اه... في وظيفتين رئيس دايرة برئاسه الجمهوريه اه. يعني فخفخه بقى رح احكي لك القصه يعني ما بعرف اذا صاحب العلاقه بيسمعها اجا لعندي الثالث من بعدي أه. قال لي اترك لي رئاسه الجمهوريه لالي قلت له ليه؟ قال لي خيي انت درزي شو شو بدك تعمل فوق يعني شو ما لك يعني دور بينما انا يمكن يكون لي دور اكبر كنت انا محتار اذا باخذ رئيس دايره برئيس الجمهورية ولا باخذ رئيس دايره بالمديريه العامه للاحوال الشخصيه بس قال لي هيك استفزني ونقيت رئاسة الجمهورية <applause> لا لأنه ما حلو يعني هيك طبعا طبعا هلا هو سمعت عن لسانه وبعدين على طول يقول غسان عياش خرب لي بيتي أنا كان بدي أروح على رئاسة الجمهورية قام أخذها هو لأنه أنا أخذ أحسن منه علامات طيب خلينا نمشي على موضوع تاني موضوع تاني هو موضوع تاني هو الزواج إيه كنت عم تقول بهذيك الفترة كان في مشروع زواج ورجع صار مشروع الزواج هو من زوجتك الزواج كيلي عن هذيك الفترة شو أنت يعني درزي وهي مسيحية نعم إيه؟ مارونية كيف مارونية كيف صارت ف... الأشياء شوف عندنا بالبيت كان في معارضة من أمي لأن هي يعني بتعارض أي شيء يعني. <تصفيق> <تصفيق> بس مهضومة يعني <applause> معارضة كتير قوية إذا بدك نضحك بنحكي يعني. ايه طبعاً. بيي جاي من الجيش وهيك، ما كان عنده هالموضوع الهم يعني. قالت لي أمي ما ما إذا بيسوى نحكي هالخبرية. قالت لي إذا بدك تتجوزها، ما بتعرفها هي يعني. أنا بدي انتحر. قلت لها يا لطيف أنا شو حظي عاطي قالت لي ليش؟ قلت لها لي كل واحد بتموت أمه بيزعل كثير وبيحزن. مرة. انا بدي احسن مرتين مره لانه فقدت امي وثانيه لانه بسببي <applause> ورحت بعدين قالت لي ما في مشكله بيي تدخل يعني <applause> وراح عامل خطبة بطريقه هلا البيئه كيف كانت البيئه لانه انت عم تحكي عن فتره بالسبعينات او الفتره السبعينات الاولى يعني ايه؟ كان بعدها الاشياء ما كانت كثير صعبه ايه؟ هلا من قرايبي انا في ناس اعترضوا بس ما قالوا معي شيء ما ايه بعيد بعيد ما دخلوا انه في بس انه حتى من الاصحاب حتى من الاصدقاء لا اصدقاء بتعمل حضر. اشكاليه ايه انه شو بس دلوقتي. انا انا بقول لك انه آه يعني آه في ناس اعترضوا بطلوا يحكوا معي بس ما بيعنوا لي شيء اه يعني في واحد من الضيعه بيقربني او شيء كان بده اياك لبنته؟ لا بس انه عبس واخذ موقف إيه؟ فتركته ما سالت عنه هلا سنه اثنين ثلاثه عشره صار بده يصالحني يسالني امتى فينا نجي ونلاقيك نشوفك قلك له انا ما عم بقعد بالبيت ومات مش من زمان وما قعدت معه ولا استقبلته شو بتنصح الناس بهي التجربه بصراحه انا بصراحه هيدا ما في قاعده حسب الاثنين ايه فاهمين بين بعض صحيح. وما في نكد بين بعضهم بس انا بقول شغلي اذا كان في اختلاف بالطوايف وفي فوق اختلاف ديني وسياسي انا ما بنصح اه. يعني ما فيك تنام عم خدي انت وشخص اللي تاني. حدك عنده افكار تاني مختلفه كليا عن راسك كليا خاصه مرق علينا الحرب نحن مرقناها كل شيء منيح كان ما في مشكل يعني بس اكيد مرتي مش معي بالسياسه يعني بس انا بعرف من اصحابي انه لما بيكون شخص على خلاف كتير قوي يعني بهيديك الفتره مثلا كان بش حرب أه. انه اذا في واحد ما بيحب بشير جميل تحياتي لابنه نديم صديقي إيه بس اذا واحد ما بيحب بشير جميل والتاني محمس لبشير جميل كيف بتكون تناموا على نفس التخت على نفس المخدة يعني هاي صعبة طبعا ف... ي... لأنه قبل نص ساعة من ما ما بكون عم تحكوا بعض عم تحكوا بالمواضيع ولا تفيقوا وتحكوا بالمواضيع <applause> أنا, أنا بقول يعني عم بتذكر هيديك المرحلة السبعينات كيف كنا يعني أول وعيتنا بس إنه على طول الموضوع السياسي موجود على طول فأنا بقول يعني إذا كان اثنين بده يتجوزوا من مختلفين يا إما بده يكون في تجرد كامل عند حدا منهم أو اثنيناتهم بشكل ما حدا ما بيسأل شو التاني شو بيفكر أو شو بقول يا إما في حدا بده يسترخى للثاني يعني م. يعني بمعنى انه مثلا المراه خلص هاي هي سياسه جوزي انا معه مم. وهي صعبه هاي الايام لا هالايام هذا هو السؤال انا انه كيف كانت الاجواء لانه بهالايام ما عم بطل الماضي انه المراه بتقول خلص انا جوزي شو بيقرر هو انا ماشي فيه اليوم معلمين النسوان ومستقلين وواعيين وشايفين وبناقشوا مثلهم مثل الرجال عندهم وجهه نظر هلا انا مرتي مسكت خصوصي اذا كان يعني القاعده تبعها في شيء طائفه إيه؟ بين بين الشخصين هلا مرتي انا مثقفه وبتقرا وبتطالع وبعد لحد هلا بتتابع اخر التطورات يعني الاولاد و... شو كان هلأ الوضع لأخبر لأخبرك. هلا؟ لأخبرك بس مرتي كانت على طول يعني هي تتابع وتطالع والى اخره الفهم والذكاء بيخفف كثير من المشاكل صحيح طيب. طيب. يعني بمعنى بتعرف المراه وين بتحكي وين ما بتحكي أو الرجال يعني نحن مرقنا الحياة منيح ونحن بعد كم شهر بصرنا خمسين سنة مجوزين ما شاء الله ايه عمر شو كان وضعيتهم والله كان يبين عليهم انك انعكاس سلبي بهال بهالخلاف بين الاثنين ايش مش بهالخلاف بهالابتعاد او التناقض ما بعرف شو بتسميه بتعرف نشا بلبنان طايفة في إيه؟ غير غير مسيحي صحيح. واسلامي صحيح اللي هن الاولاد تلاميذ المدارس الاي سي وكذا بيحكوا لغه مشتركه من كل الطوائف وما بتهمهم السياسه قد جيلنا فما كان مطروح الموضوع الديني ولا انا طلبت انه يتربوا تربيه دينيه أنه كل انسان بيقرر بعدين ومشي الحال طيب خلينا نروح مع الفاصل الاول بعد منه نكمل الحوار في حياة بسان العيش. هلا في عنا دخلي على موضوع المصاريف وبعد من الدكتوراه حكيلي بموضوع المصاريف. أنا مجلس خدمة مدنية قطاع عام الموارد الدراسة قانونية بس أنا دائما كنت حب اشتغل بالبنك لأن بعرف معاش البنك عالي ومرتبين بس كوني فت بهيدا المدخل جامعة لبنانية وعلوم سياسية ومجلس خدمة مدنية انقطعت عندي أنا ولكن من حسن حظي تعرفت على شخص اسمه الشيخ امين علامي من علي هو كان من اهم المصرفيين بلبنان بدون شك وكنت شوفه وقعد معه لسبب ما فت على راسه انا م. فنحكي سياسي هو بيحب السياسه كمان ونحكي عن الاداره واداره الدوله والى هو قال لي بتجي تشتغل معنا بالبنك قلت له شيخ امين انا ممنونه كتير على داوي. العرض والدعوة بس أنا ما عندي أبدا ثقافة مصرفية قال لي اللي عملوا غيرك ب 12 سنة أنت بتعمله بسنتين أكون كان في لي أصحاب أنا بيشتغلوا معه بيعرفوا إنه أصحابي صار لهم 12 سنة بالبنك قال لي تلحقهم بسنتين أخذت وقتي علما إنه عرض بغري لأنه أحسن بكتير من معاش القطاع العام وأحسن بكتير من رئاسة الجمهورية يعني بالمعاش وفكرت بعدين قلت له ايه هالانسان الله يرحمه مثل بي كان هون كنت ما ما قعدت بمكتبك بالقصر الجمهوري؟ بالقصر الجمهوري انا ما كتير قعدت ليش؟ لانه كان في شرقية وغربية اه بالقصر فوق انه انا ما في كتير اجي لهم وجابوا هذا اللي كان عم يقول شو بدك بالقصة و شو أنا ماني سالين عنه يعني هو ايش بعد هلا <applause> كنت لهلأ كنت له كنت بعتلو له انه انا خبر لا يتغيروا شوف <applause> شو بدك ايه انا ما عاد بدي اتفقوا رئيس الجمهوريه ووزارة الاقتصاد انه انا انتدب من رئيس الجمهوريه على وزاره الاقتصاد فما كتير يعني دوامت بس كان عندي مكتب اه إيه نعم رحنا عم نحلف اليمين بمصرف لبنان قال له المرحوم ادمون نعيم لرئيس دياس الهراوي قال له غسان كان عنده مكتب بالقصر قال لي شو من اجل اليمين بترجع تشتغل معنا قلت <applause> له لا خلينا إيه بأ انا بالحقيقه يعني رئاسه الجمهوريه ما قعد فيها كثير وهلا نقلت على المصاري بقيت سنتين ليل نهار عم بتعلم تحت اشراف هالانسان الكبير امين علامه وهيدي تعتبر خساره للبنك يعني انه عم بيعلم واحد جيب واحد معلم صحيح خريج جامعه امريكيه اصر علي وعمل لي مصرفي عمل لي مصرفي يعني اشتغلت بالاداره فتره بعدين مدير فرع الحمراء مدير فرع الحمراء بالبنك الى انه صار في تعيينات بمصرف لبنان نائب حاكم هيدي كنا صرنا لسنة 1990 طبعا هيدي تعيين سياسي انطلب من الاستاذ وليد جنبلاط انه يختار حدا لانه بيطلع له واحد هو النائب الثاني دلزه. فكر كم يوم خاصة كتروا المرشحين حواليه يعني أنا ما حكيت معه، أه حكيت معه مرة يعني قلت له الحقيقه هو اللي قال لي رح نجيبك على مصرف لبنان، وبعدين سالوه اخر ليله قبل مجلس الوزراء قالوا له انه مين, مين بدك؟ قلن غسان عياش، كان في غير مرشحين يعني، لكن صارت كلها صدف لانه انت بتذكر انه الرئيس نبيه بري بفتره كان معتكف كان يوم وربى لحيه مذكر شيء هيك ايه بقى وقتها كان هو بعاد الياس لراوي انا ما بدي اتعاطى معكم هو ملك سياسي يعني وما لي علاقه فيكم وما خصني راح روحوا دبروا حالكم دبروا حالكم راح قعد بالمصيلح صاروا يتصلوا فيه انه بدنا نعمل مجلس وزراء بدنا نعين نواب حاكم إنو ما بدي اجي فانا كنت يأسين انه ما راح تصير والا يومتها بيجي و هذا هو كان في شخص بحبه كثير هو الرئيس حسين الحسيني هو الرئيس حسين الحسيني كان بيعتبر انه هيدا توظيف للميليشيات بقى هو لا انه نحن عملنا الطائف مش مشان هيك مش انه نبيه بري بيختار ووليد جنبلاطي بيختار مع انه بيعرفني لالي كثير منيح وصححها بعدين يعني بقيت على صدى فيه لحد ما توفى لا هو الرئيس نبيه بري اجا صدفه بهديك الوقت يعني وانا رايي انا بحب حسين الحسيني كثير بس نبيه بري بيعرف حاله وين رايح الرئيس الحسيني اخذها شوي بالمثاليات كي. بس رجال ادمي ورجل قانون ورجل دولي بقى نحن تعينوا تعينتوا تعيننا فمين الشيع اللي اجى يومتها؟ محفوظ سكيني ايه هذا اختيار رئيس بر رئيس بر ايه؟ هو من منطقته من بلاط من جيون وسياسيا مش معه عائلته مش مع مش مع بري بس جابوا عن طريق هذا التعيين وخدموا كتير يعني كان هو فنان باداره اللعبه السياسيه بقلب مصر في لبنان في ناس كانوا ياخذينا سياسه نقديه واقتصاديه الى اخره محفوظ كايني كان ملحق على عده اشياء يعني توفى الله يرحمه ايه وصار بعدين يعني نائب حاكم انا اشتغلت بس تفاجأت بجو مصر في لبنان تفاجأت بجو البلد لأن أنا فايت على الدولة هلا عن جديد يعني صراعات سياسية وحزازات ومحاصصة كل الوقت كل جوا بقلب المصري ايه يعني المعركة الطائفية اللي كانت دايرة بقلب المصري يعني ما كانت قليلة أبداً ايه خاصة يعني بين الحاكم والنائب الأول من يعني شيعه مورنه ايه ايه موجود بس مثل هلا يعني لهم وجود بس ما عم بيتعاطوا كثير يعني كنا نقضي وقتنا بهالمجال هيلا يعني انا زعجتني كثير اجي كل يوم على البيت وقت كنتوا تشتغلوا بالمصاري <applause> لا لا الشغل ماشي يعني واضح <applause> <applause> الشغل ماشي ما انه وقف الشغل بس اوقات كانت تتعرقل كانت تتعرقل وتوقف بعض القضايا يعني قديش كم سنه قعد؟ يعني اربع سنين الا شوي لانه اجى الرئيس رفيق الحريري صار رئيس وزاره ودغري بس شكل الحكومه في صاحبي محامي جوزيف ابو شرف امبارح شفته بالصدفه إجا قال جمعنا كلنا نحن اصحابه كنا بالبنك يعني قال بدي اقول لكم شغله انا كنت بباريس وشفت شخص اسمه رياض سلامي ورياض سلامي خبرني رح يجي يقعد انه هو رفيق الحريري بده اياه حاكم مصر في لبنان فحضروا حالكم لتروحوا وبعدين تعين يعني رياض سلامي مثل ما ماشي المخطط يعني هلا رياض سلامي كان بيناسب عقل رفيق الحريري بالبدايات يعني انه ما عنده السياسات الجامده والقواعد والسياسه النقديه والاقتصاد يعني هو بيرتب الامور ورفيق الحريري بالسياسه هناك وظيفته رفيق الحريري بالاساس شغلته هو يرتب الامور يعني بمعنى هو كان بالمملكه صحيح مقاول كبير من افخم المقاولين يرتب الامور مع سوريا يرتب الامور مع فرنسا يرتب الامور بلبنان حتى كمان بشغله بشغله ياخذ مشاريع بالمشروع بدا اهم شيء فيه تسعره اهم شيء تسعره مشان تقدم العرض ف التسعير طبخة طويلة عريضة بدي بدك تجيب البحص ايه بدك تجيب الحديد صحيح ايه بدك تدفع لفلان تعرف مين كان يساعده بهالقصة كتير المرحوم فريد مكيري أوه. كان يشتغل معه أوه. هو يعني بتستغرب انه شغل المقاولات منه يعني منه بس حديد وبطون وحسابات كمان في هيدي الناحيه انه الكلفه والتسعير بقى المهم ناسبوا عقل رياض سليمي ومشينا شوي شوي بعدين صرنا نسمع برياض سلامي على صوت عالي بعدين اجا اخروا الرئيس بري اربع خمسة شهور ليش؟ قال له بدك تشيل محفوظ سكيني والشباب وبدك تجيب فريقك انا بدي مقابيلة اربع مدراء عامين ورئاسه شركه انترا عم بيحكي كثير يمكن ده بس حلوين هون لم نعرف السياسة ايه. من جوا ايه اه قال له انا آه بدي اخذ شركه انترا للاستثمار نعطيها لسكيني واربع مدراء عامين فعقدت مع رفيق الحريري وبقوا اربع خمسة اشهر عم يتجادلوا ايه. نبتت انا بالنسبه لي ما كان موضوع يعني قال لي وليد بيك الحريري طالب مني انك تستقيل مشان لأ بده يجيب فريقه وفريق تقني وفريق عظيم شوف شو شوف وين صرنا طبعا ما عارف رفيق الحريري نوصل لهون بس هيدي بدها تقييم بوقت تاني يعني صحيح قلت له انا والله يا بيك هيدي الوظيفة من عندك عيره وعم تطلبها برد لك اياها ما شو المشكلة انا مستقيل هلا انا لو رحت ساعتها رحت لك وين رحت انا عملت شغله بعتقدة بعتقدها بعتقد انه بدي اوصف حاله بالذكاء بس انه كان ذكي لما كنت بمصر في لبنان ما اشتغلت سياسي وطوائف اشتغلت تقني فلفت نظر المصاريف وصار لي علاقات معهم كثير منيحه يعني في شيء اسمه نسبه الملاءه نسبه كفايه راس المال كان جديد مخترعينه بازل 1 وبازل 2 انا رحت درسته ودرسته بفرنسا ورجعت جيت وطبقناه بلبنان فكان هيدي اجتماعات دايمه مع المصاريف هلا عم يختلفوا على يختلفوا انا عارف حالي انه اخر شيء وين بدي روح انا على المصاريف فاشتغلت ونجحت فيها بمجرد ما طلع خبر انه في تغييرات اجاني عرض من بنك عودي كتير مهم وشوشي انه بتحب تيجي تشتغل معنا قلت ايه بعت ورانا الرئيس رفيق الحريري انا كنت عملت الصفقه مع بنك عودي رحنا على بيته قال هيك احنا ما قلنا عليكم شيء ما قلنا ما مل... قلنا ملاحظات عليكم وانا ما إلي ملاحظات عليكم بس بدنا نغير وبدنا نعمل نحن بدنا نعيد تنظيم المؤسسات فمطلوب انه تستقيلوا لانه بده يجي فريق جديد انما في اثنين منكم لهم وظايف مين محفوظ سكيني وغسان عياش انا مزبطه يعني مع بنك عودي ومعاش كبير ف له دولة الرئيس دولتك عندك مشروع كبير لاعمار لبنان انا استقالتي هديه صغيره لمشروعك وانا ما بدي وظائف فهو انفعل وقال لي كيف ما بدك انا بدنا اياك بالقطاع العام قلت له لا ما بيعرفني يعني بيقول لي بدنا اياك بعدين صارت علاقتي فيه ممتازه بعدين قلت له معلش قال له ميشيل الخوري الشيخ ميشيل انا بظبطها مع غسان تاني يوم اجى قال لي اذا بتبقى بدي يعينك سفير قلت له شيخ ميشيل انا اتفقت مع بنك عودي قال لي روح وما تسال <applause> لان القطاع الخاص احسن صحيح وقتها كان خيار مظبوط لان لو تعينت سفير آه، سفير من خارج الملك كل ما يخلص العهد بده يجددوا بدك تروح تترجى الزعمة ويمكن يقولوا لك ايه يمكن يقولوا لك ريحت راسي واشتغلت بالبنك طب انت بالاساس كان نرجع شوي لمرحله الطفوله والمزاج، انت مزاجك الى حد كبير مزاج فني يعني انت ايه. بتحب الموسيقى، انت بتحب الزجل، ايه. هيك المرة صار في نوع من المسجلة بيننا وبينك مسجلة ايه. ودية بموضوع بموضوع الزجل. هذا الهم أو هذا الجانب قديش غنى شخصيتك؟ قديش أعطاك اشي حلوة؟ لك أنا اشتغلت بالبنك وظيفة مشان معاش منيح ايه هيدا بس انا ما حبيت وظيفه البنك وانا هلا بعد ما تركتهم تركت المصاري بقول لك انا ما كنت مصرفي حقيقي في ناس بتيجي بتعرض له مشروع تسليف دغري بحلله براسه بيعضي انا مني هون انا لو بترجع لإلي شو بعمل غير اني بحب زغلول الدمور وزين شعيب وبافاروتي انا كنت بشتغل مؤرخ بكتب كتب قصص حقيقية رواية تاريخية يعني أشخاص وهميين بكونتكست مظبوط يعني مثلا مرافق عند الأمير بشير شو صار معه وكذا وإلى آخره وعدمه بالآخر بس أنا بخلاله بحب أروي شو كان عم بيصير فعليا بعهد الأمير بشير فأنا يعني هيدي هو غرامي وهيدا الشيء اللي بحبه بس أنا مثل اللي عشقان هيدي بس تجوز البنك طيب هلا هلا بتشعر ب... ب... بتوجه بهذا الاتجاه انك ترجع تكتب تتفرغ طيب. لانه هلا احنا هل... يعني وقفت قصص الوظائف ايه؟ وانتهينا وهلا صار فيك ترجع انت لنفسك والحمد لله بعد صحتك مليحه والعمر كل... كله م... موات ان شاء الله شو شو المانع انك انت ترجع لهذا الشغل؟ انا المانع هو اني انا الفت بخلال فتره سبع كتب تقريبا بين كتب بيناتهم في كتاب عملته ايام الجامعه انه بلشت فيه مجمع الويزي الماروني 1736 على الصراع بقلب الكنيسه المارونيه على الاصلاح وتدخل الفاتيكان يعني كتاب شيق منه ديني يعني أنتروبولوجي انا عملت هالكتب في كتاب عن تاريخي بمصرف لبنان مذكراتي وفي بس الكتاب خيبة امل بلبنان ما حدا بيقرا صحيح. يعني انا اوكي كتبت ورحنا وعملنا توقيع بدي اقول واجوا اخذوه انا بلبنان التوقيع هو بس اللي بيقرا يعني هلا حدا يروح على المكتبه نادر جدا هل بتجمعهم بالتوقيع 150 200 700 اللي هن او هن اللي بياخذوا الكتاب وبتصير تنطر انت المكتبات نادرا ما بصير في هلا انا ولا مره بعت يعني وربحت بالعكس في اول كتاب عملته طلع عن دار النهار للنشر فمدير الدار قال لي بدنا نتحاسب نحن وياك قلت له ايه قال لي لك معنا ألف ليره على اسعار هيداك الوقت قال لي ونحن بدنا منك مليونين حق كتب شريه وهديتها بتذكر الرقم كان مليونين ليره بدهم مني والي معهم 800 الف قصمهم من بعضهم بيطلع انه انا بدفع مليون و الف يعني المهم عدم وجود قراء بلبنان بتخفف من حماسي على لانه الكتاب بده جهد بس بدك الكتب صارت انا بتقديري بدأت تنعمل للمستقبل، خلينا نروح مع الفاصل الاعلاني بعد منه نكمل بموضوع الكتب. منكمل بموضوع الكتب. ايه بس بهم كون وضحت لك ايه فهمت ليش ما عندي حماس فهمت بس خليني اقول لك شغله قله الحماس اللي موجوده هلا سببها ما نراه نحن يعني مش بس بموضوع الكتاب انت لما بدك تفكر هذا التفكير ما انت عم تشوف شو المجتمع ومين الناس اللي إلى خلق تقرا هذا الموضوع ولا ما كذا ولا كذا عم تجيب عده عوامل وتحطها بهيدي السله لحتى تاخذ انت موقفك. انا برايي مساله الكتب مرات كثيره بدك تبنيها للمستقبل. يعني اذا كنت بالحاضر وهذه انا شغله يعني عم بتبعها. اذا كنت بالحاضر انت بتعاني من انه مين اللي عم يقراك؟ مين اللي بده يقراك؟ مين اللي فاضي يقراك؟ مين اللي بيعطي وقت لحتى يقراك؟ ويطلع معك انه قله قليله جدا. انا برايي طالما الحي مطموع فيه يعني طالما هو موجود هذا هيك بيكون النظرة إله يعني أنت موجود نظرة الآخرين إلى كل واحد عارفينها شو هي ومحددة بعد الرحيل أنا برأيي تصفى النظرة يعني أنت اليوم بتعمل كتاب غسان العياش بتعمل كتاب من هذا النوع عن قصة لها علاقة بالتاريخ ولكن مبنية على شيء له علاقة بالحاضر أه؟ ولها مستوى إذا حدا ما انتبهش اليوم أنا برأيي وبمدى مش كتير بعيد ممكن حدا ينتبه لهذه المسألة ويرجع ينشغل عليها. فلذلك موضوع الكتاب إنك تحصره بالوقت الحاضر بكل ما يجري حولك، أنا برأيي ده غلط، وإذا عم بعتمده هلا، يعني مثلا أنا طلعت كتاب أسرار الكنوز بين الرحباني وفيروز، أنا بأربع أشهر خمس أشهر طلعت ثلاث كتب، أربع كتب، ثلاثة. نعم. اسرار الكنوز بين رحباني وفيروز بس طبعته رجعت طبعت الكتاب الثاني اللي هو لحظه يا زعماء الشعر نقيت كبار الشعراء بالماضي وهلا 13 واحد وحطيت لكل واحد فكره انا بشوفها وفي عمليه نقديه مش تقليديه يعني انت لما بتقرا المتربي عندي مش رح تقرا مثل ما هون وهون وهون انت لما بتقرا نزار قباني عندي مش رح تقرا مثل ما يعني انا قررت انه لما بدي اكتب عن هؤلاء الشعراء شعراء بدي اقدم شيء جديد لهذا القارئ مش هؤلاء اللي بجوجل وجوجل والى اخره ورجعت عملت كتاب الاخير يلي هو قصه حياتي يلي هو زين العابرين قصه حياتي خمسين سنه بهذا الوسط الفني والثقافي والى الى اخره هلا اذا بدك هلا قول شو ردود الفعل بتخوف سلبا سلبا ايه بتخوف سلبا علما انا عندي لذة إذا بدك الفن تبعي إيه؟ بدك تقلي شو الفن تبعك السرد قال آه. يعني اروي شيء انا من إيه؟ اوله لاخره مشان هيك انا عندي كتاب ازمه اللي العامه بلبنان بس 82 92 احكينا شو صار ايه هيدي مصطقات ايه بس اذا هون شيء لك الاقتصاد انت هون عم تعمل روايه يعني سردك لا. ادبي لا يعني بس سردك غير هديك عدت عملت كتاب عن مجمع الويزي الماروني إيه؟ سردت فيه العلاقات بقلب الكنيسة وإلى آخره بس عجيب أنك أنت يعني مش عجيب أنت شجاع والعجيب أنه مرق هذا الكتاب رغم أنه فيه كتير إثارة للخلافات المارونية المارونية نعم كيف زبط معك بالبيت هذا بالأول <تصفيق> <تصفيق> لا والله مرتي انبسطت فيه إيه؟ آه. شو <applause> عمل هذا الكتاب؟ ما ألك. قال لي الشيخ بشير الخوري هلا انت عامل هالكتاب عن الموارنه قد ما بتحب مرتك؟ قلت له لا عم شوف اساس المشكله وين؟ <applause> ايه ايه آه صفير آه احترامي له ما له حدود، وبعدين تعرفت عليه فيما بعد بس وقتها قال شو بده هالكتاب؟ يعني هو شو خصه لحتى يكتب هالكتاب؟ لانه دخلت بصلب العلاقات بين الرهبنه يعني بصلب العلاقات الكنسيه ما دخلت بالدين انا ما خصني بالدين ف انا فنان بالسرد في كتار من بيناتهم صديقي الوزير رشيد درباس وجهلو تحيه شاعر إلي هالكتاب هيدا بجنيف بلش فيه بالليل ما نام لحتى خلصوا وحتى أه الله يرحمه الرجل شاعر بالدين. يعني الاحساس ايه. بالجماليات موجود نعم. عنده الشيخ محمد مهدي شمس الدين حكي انه هو قرا للمرحوم رشيد القاضي بجريده النهار هذه لما طلع وقت الكتاب بال90 و الشيخ محمد قري مقال بالنهار كاتبه رشيد القاضي عن هالكتاب بيقول فيه انه هذا الكتاب لذيذ بس المنيح في هيدي اول مره واحد بيكتب من طايفه عن طايفه تاني دي. وما بيسب الا ما بيسب <applause> فقال له قل له مر بالبيت وعم بدي تسب قال له الشيخ محمد امبارح علقتنا بالبيت لانه لانه انا لما قريت هيدا تذكرت انه عندي الكتاب انا هديته لكل الناس يعني هديت 400 نسخه وقتها فرحت جبت وبلشت فيه، ما كان لي قلب خلص نام قبل ما اخلص، وكانت الست ام ابراهيم كانت انا بحب ابراهيم كتير كمان، كانت عم بتقول انه خلص بقى شو هالقصه هيدي، فاذا السرد السرد شغله هي الفن، وانا فكرت بفتره جديا تسالني شو فكرت انه اعمل بيوغرافي بس بدي اعملها عن شخصية مهمة كتير بتعرفي مين فكرت بالسيد علي السيستاني م. حبيت انه اعمل عنه كتاب بس كان بدها تكون بمعرفته وبمساعدته طبعا. فعرفت له له معلومات له مكتب هون حكيت معهم يعني هيك عرضا بس ما تبعت هالموضوع بس خاصة انه هو بالعراق ونحن هون يعني بس انا بتعجبني شخصيته كتير انا بحب رجال الدين يكونوا معتدلين ومستنيرين وزهاد ايه فانا كتير حبيت اكتب عنه ما 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 صارت لي فرصة ممكن يكون بالمستقبل قريب تعمل شيء تكتب شيء عنه؟ أنت عارف عمري أنا يعني وين وين صرت إيه يعني شو شو يعني, <applause> يعني عاد؟ بدك تشتغل كأنك تعيش أبداً مش يعني إيه؟ طالما الله عاطي هالجسم وعاطي مم. هالعقل بدك تعيش كانه تعيشه ابدا لو الي صله في السيد علي السيستاني اكيد ولو كان يعني قريب انا منه انا بعتقد هلا بعد يعني اذا في حدا يعني عم بيسمع هذه المقابله وعم بيشوفها إيه؟ وبيقدر انه يلعب دور في انه تقريبك الى السيد علي السيستاني لنقعد نحن ونشوف شو في امكانيه انه ينعمل انا ما في يعني علاقه دينيه او اساسا انا الموضوع الديني ما بياخذ كثير من تفكيري بس بحب الرجال الكبار الرجال شو ال شو اقوى شيء اخذك باتجاهه او دعاك له؟ اللي دعاني له هو موقعه وقوه شخصيته يعني هو الفتره اللي واجهها فتره احتلال الامريكان للعراق و اجا برايمر بعت خبر يمكن هذه الواقعة كتير قال له بدي اجتمع معك لنحكي بقضايا العراق فجاوبوا انه انا انا وياك ما خصنا بالموضوع انت امريكاني وانا ايراني فبالتالي ترك هالموضوع للعراقية هني بتتوب يعني انا هيك هيك رجال بحب الوقفات الكبيرة يعني مش انه يعني ركض هو لعنده انه كونه ما قابلوا يعني الناس اللي بمحلهم وعارفين فين ايه؟ قاعدتهم قاعدتهم وعارفين مشروعيتهم طبعا ما بده يعني ما هو برايمر ما لحق يلاقي جواب منه مثل ما بيلاقي اجوبه من الناس الثانيين يلي راكدين لا لحتى يشوفوه او يسلموا علىه شفت فيه. كيف؟ ايه هيدا بتسالني شو عجبك فيه؟ هيدا الدور، بعدين هو اللي بعرفه عنه دوره بالعراق وطني يعني هو موحد صحيح مش من جماعه الفتنه صحيح في بالعراق وبلبنان وين ما كان ناس فتنه شيعه سنه هو ماسك الموضوع بحكمه على كل الاحوال الله يطول بعمره بس انا ما بعرفه ولا بعرف حدا منه والله يطول بعمرك وتقدر تعمل هذا الكتاب ان شاء الله انا بدعي انا بدي اشكرك على هذه الحلقه الجميله دكتور غسان العياش أه بعتقد قدمنا للناس شخصية شخص لبناني بعكس كل الأشياء اللي اشتغلها كوظائف بالدولة ظلت صورته كما هي بزيادة عاك له صورة المفكر وهذا هو الأهم والأشمل شكرا كثير شكرا جزيلا لك أعزائي المشاهدين إلى اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل باي